برحب بك مره ثانيه زميلي فتح الله زيدان. بعد انتهاء المباراه كابتن ياسر الكناني المدير الفني لكهرباء الاسماعيليه، ببارك لك النهارده على الفوز، اداء كبير النهارده، يعني الفوز بهدفين مقابل لا شيء. بدايه المباراه كنت نازل بضغط يعني بثلاث او اربع او خمس لاعبين كمان، وحتى بعد ما احرزت الجون كملت ضغط، شايف المباراه ازاي النهارده؟ يعني طبعا خالص التحيه للاستاذ فتح الله، ويعني الحمد لله احنا بنلعب نادي محترم، نادي كبير، نادي لافينا، وزي ما انا بقول للعيبه باستمرار لازم نكون عندنا شخصيه مقتنعين ان احنا فرقه كويسه. الحمد لله رب العالمين، الاستقرار بيولد نجاح. انا موجود من السنه اللي فاتت صعدنا القسم، والنهارده ماشيين بخطه ثابته الحمد لله رب العالمين. يعني مباراه طبعا نادي لافينا نادي كبير وليه اسلوب لعب معين، الحمد لله احنا فرقتنا كويسه وماشيين بشكل كويس الحمد لله رب العالمين. مكسب يدينا ثقه، ومكسب يحطنا في منطقه كويسه، كل ما المكسب بيكون عن طريق اداء، فاحنا كلنا بنبقى مبسوطين وكلنا بيبقى الحمد لله رب العالمين عندنا ثقة، لأن المكسب بيجي عن أداء ما بيجيش بالصدفة. بشكر اللعيبة على المجهود الكبير، وبقول لهم يعني احنا عندنا مباراة تانية على طول، ما فيش وقت، إن شاء الله نقفل الصفحة ونفكر في اللي جاي. اعتقد الطموح بيعلى، طموح اللعيبه، طموح الجهاز الفني، طموح الاداره بيعلى. النهارده شايفين اداء ولا اروع من كده، تمام؟ شايف اللي رايحين لفين؟ يعني انا عندنا طموح كبير ان احنا نوصل لاعلى مكان، بس انا واقعي، انا بحب الواقعيه. انا متفق مع مجلس اداره عشان ما احطش اللعيبه في ضغوط، احنا بنتوكل على الله ونروح لمنطقه كويسه، وزي ما المنطقه تودينا نبدا نشتغل. بس يعني اللي انا بقول للعيبه قاعد، احنا لعيبنا كل الفرق ادائنا الحمد لله رب العالمين في كل المباريات اداء كويس، نقدر نوصل لحاجه كويسه. لازم نكون مؤمنين بقدراتنا عشان غيرنا يؤمن بنا. ان شاء الله ان شاء الله كلنا متكاتفين كده، مجلس اداره ولاعيبه وجهاز وكل الناس يعني متكاتفين، نقدر نحط الكهرباء في منطقه كويسه. انا يعني لازم اكون واقعي، احنا صاعدين، المشروع بتاعنا حاجه اسمها التدرج، يعني احنا السنه دي كل ما نوصل لمنطقه كويسه كل ما بنوفر علينا بعد كده. الحمد لله رب العالمين، كل مصر بتحترمنا دلوقتي وكل مصر بتتكلم علينا كويس، ويعني ده يرجع للفضل الله سبحانه وتعالى، ثم لاعبتنا اللي هم الابطال. شكرا شكرا خالص، تحيه لون تايم سبورت. شكرا. اذا ده كان لقائنا مع كابتن ياسر الكناني عقب انتهاء المباراه. الان العوده اليك والاستوديو التحليلي، تفضل.